1- قناة لنقل مياه البحر. 2- شبكة معدنية للتخلص من القواقع والأوساخ. 3- حوض لفصل الترسبات، الأجسام الكبيرة تستقر في قاع الحوض وتتم إزالتها من الماء. 4- فلاتر رملية لإزالة الجسيمات الصغيرة من الماء. 5- حوض نفايات، يحتوي على الأجسام الصلبة التي تم فصلها وتجهيزها للرمي والتخلص منها. 6- مضخة لنقل المياه المنقاة من الأوساخ إلى الفلاتر. 7- فلاتر لحماية وحدة المعالجة، الضغط الأزموزي العكسي. 8- مضخة لنقل المياه المفلترة إلى وحدة المعالجة، الضغط الأزموزي العكسي. 9- المرحلة الأولى للتناضح العكسي، عملية التناضح العكسي تحت ضغط عال، ويتم ضخ المياه من خلال رفوف تحتوي على أغشية التناضح العكسي لإزالة الملح. 10- المرحلة الثانية للتناضح العكسي. 11- المياه المعالجة أي المحلاة، يتم إضافة المواد الكيميائية لضبط الحموضة والتعقيم. 12- خزانات لحفظ المياه المعالجة أي المحلاة. 13- مضخة، ضخ المياه المحلاة إلى نقطة المزج المحلي حيث يتم مزجها بالمياه السطحية المعالجة. 14- المياه المالحة جدا أي المياه العادمة الناتجة من التحلية، يتم توجيه المياه المالحة المركزة إلى محطة توليد الكهرباء وتخلط مع مياه التبريد. 15- توربينات استعادة الطاقة. 16- قناة للتخلص من المياه العادمة الناتجة من معالجة مياه البحر. 17- محطة توليد الكهرباء.